نتشرف بالمشاركة في هذا المؤتمر الكبير، حيث يتم فيه تناول العديد من القضايا الموجودة في بلدنا وفي بلدان أخرى. أيضاً اليوم كنت في حلقة نقاشية، حيث شاركت تجاربنا مع زملاء من بلدان مختلفة من نيجيريا ومصر، وتناولنا الإدارة الرشيدة في مجال الصحة. ويشرفني أن أشارككم رؤيتنا في هذا المجال وكيف نتعامل ونطور من الحوكمة في مجال الصحة في بلدنا. وأود الإشارة هنا إلى أنني عقدت اجتماع مثمر مع وزير الصحة والسكان المصريين، وأنني سأقوم أيضا بزيارة المراكز الطبية بالمستشفيات لأرى كيف تقدمون خدمات الرعاية الصحية المؤهلة للمواطنين، وهذا سيساعدنا على إدراك كيفية توسيع التعاون بين بلدينا. وهنا أود أن أقول أن مصر تحقق نتائج جيدة إلى حد ما، حيث يمكن على هذه الخريطة رؤية الدول ذات اللون الأخضر بمعنى أنها تؤدي بشكل جيد، والدول باللون الأحمر بمعنى أنها تؤدي بشكل غير جيد وما إلى ذلك. إذن مصر تؤدي بشكل جيد ولذلك هي باللون الأخضر. يمكننا بالفعل أن نتوقع ذلك من خلال هذا المؤتمر. هذا المؤتمر العالمي المعني بصحة السكان والتنمية مفيد للغاية، ليس فقط بالنسبة لمصر أو لبلد إندونيسيا، ولكن أيضا للدول المشاركة جميعها. كما نعلم أن عدد السكان على مستوى العالم هذا العام بلغ 8 مليار نسمة، ووفقا أو بناء على البيانات والتنبؤات فإنه سيرتفع إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050. وإندونيسيا حاليا هي رابع أكبر دولة من حيث تعداد السكان، وذلك التعداد الكبير للعالم سيؤثر على أشياء كثيرة، أليس كذلك؟ منها توافر الغذاء والأمن الغذائي، إضافة إلى وجود تغيرات في المناخ، وهناك أيضا العديد والعديد من العوامل الأخرى. طبعا المؤتمر ده Global Congress on Population Health and Development مهم جدا، وهو طبعا يعني عم بيركز على كل الجهود اللي عم تحصل بمصر بالذات، ولكن عنده أهمية إقليمية أيضا في موضوع صحة السكان بشكل عام والتنمية. ويمكن نحن النهاردة مثلا كان الجلسة اللي عملناها دلوقتي كانت على أهمية الدبلوماسية الصحية في مواجهة الجائحات والأوبئة في المستقبل وكيفية تفعيل هذه الدبلوماسية. طبعا يعني مصر بتلعب دور دبلوماسي كبير في المنطقة، ولكن بشكل عام كيف يتم استعمال الدبلوماسية بشكل عام لتحسين الصحة العالمية. المشاركة في المؤتمر تعتبر مهمة جدا وفعالة، لأن المؤتمر موجود فيه قطاعات الصحة كلها، وموجود فيه أساتذة من الجامعات المختلفة، موجود في مصريين وأجانب. السيشن اللي احنا شاركنا فيه هو كان عن المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية. هي بدأت باستعراض لنتائج المبادرة والخطة المستقبلية، وكان البروتوكولات اللي موجودة في الأنيميا وقصر القامة والسمنة، وانتهت بدراسة اقتصادية عن مردود المبادرة وجدوى المبادرة والمبالغ اللي اتصرفت فيها، هل ده مجدي اقتصاديا أم لا. الحمد لله الدراسة الاقتصادية كانت إيجابية جداً.